يتطلع فريق الكويت لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلتقي في السادسة والنصف بمساء اليوم نظيره شبيبة الساورة الجزائرية ضمن منافسات الدور الأول لمنافسات كأس الملك سلمان البطولة العربية للأندية الأبطال، على أن تقام مباراة العودة في مدينة وهران الجزائرية في 21 من الشهر الجاري. يتأهل الفائز في مباراتي الذهاب والإياب لمواجهة الفائز من واذب الموريتاني وشباب الأردن، على أن ينضم المتأهل للمجموعة الرابعة والتي تضم شباب رياضي بلوزداد الجزائري والرجاء الرياضي المغربي، ويقام الدور الثاني من البطولة في يوليو المقبل بمدن الطائف وأبها والباحة في السعودية.